مساء الخير، معي الرؤى، تسامحني يا ابني. شو قصة رفقات كلها؟ هلا متأخرين، ما قدروا يدخلوا. خلينا نستنى شي دقيقتين ثلاثة يا ابني، خلوكم اونلاين، انا عم بستناكم. شو أخبار الوظيفة؟ عم تشتغلوا بالوظيفة يا ابني؟ يعني لهلا المفروض تكونوا حالين 5 تمارين 5 مسائل، في هيك شيء؟ سامعيني؟ شو المفروض تكونوا حالين وخالصين لك يا نائل؟ يعني المفروض بقي لكم هلا مسائل المتواليات، يلي ما بيحل هلا معنى ذلك شوي ثاني ما راح يطلع بيده الحل، لانه راح ينسى النظري، راح ينسى النظري يا ابني.
وراح ينسى النظري شوي تاني، ما عاد يقدر يجاوب بشكل جيد. كنتك يا رغد، شو كنتك يا رغد؟ في حدا مغير صفه يا ابني؟ ماشي، شكرا فهد. ما جاوبتني رؤى وعبد الله وانعام، اشتغلتوا الوظائف ولا لسه عليك يا ابني؟ يبدو مو سامعني امي. ما في مشكلة يا رغد، رغد ما في مشكلة. يعني المفروض تكونوا هلا مثل ما قلت لكم، هلا عندكم 5 تمارين المفروض تكونوا حالين وخالصين. اليوم هلا لما بنحل المسائل المتواليات، عندكم 3 مسائل المفروض ترجعوا تشتغلوا فيهم مباشرة يا ابني، بتستريحوا بهيك حالة، بهيك حالة تستريحوا، ما بصير في عندكم ضغط. فضروري ضروري اليوم بس نخلص المتتاليات، بترجعوا يا نائل مباشرة بتحلوا مسائل المتتاليات، بتكونوا حليتوا من الوظيفة 8 مسائل، بتكونوا حليتوا من الوظيفة 8 مسائل. بتوقع بيبقى عليكم 2 و5، بيبقى عليكم 7 مسائل، بتكونوا حليتوا أكثر من نص الوظيفة. شايفين كيف؟ ولذلك ضروري ضروري تشتغلوا يا ابني. حطوا ورقة وقلم يلا مشان حتى نحل، يلا عم بستناكم اوان. إذا نفتح صفحة الشرح، هي صفحة الشرح تبعنا، لأنه هون بدنا نحل نحن. إذا يلا هلا نبدأ ناخذ مسألة عددية، رح ناخذ مسألة عددية ومسألة هندسية ومسألة مختلطة لنشوف الآن. متوالية عددية، متوالية عددية، مجموع الحدود الثلاثة الأولى، مجموع الحدود الثلاثة الأولى ينقص عن حدها 21، ينقص عن حد 21 بمقدار 20. فإذا علمت أن حدها الأول 7، فما هو الحد 15؟ ما هو الحد 15؟ مسألة سهلة وبسيطة، يا ريت نجيب هيك شغلات بالامتحان. بترككم دقيقة تقروا المسألة بشكل جيد، اقروا المسألة، إذا ما نحن فاهمين المسألة مثل العالم وخلي يا ابني ما بيطلع بيدي حل أبدا. كل كلمة بالمسألة المفروض يكون في إلها شغل، كل كلمة بالمسألة المفروض يكون في إلها شغل. رح نعيدها يا نائل، ما في مشكلة يا ابني. متوالية عددية، مجموع الثلاث حدود الأولى، مجموع الحدود الثلاث الأولى ينقص عن حدها 21، ينقص عن حدها 21 بمقدار 20، وحدها السابع وحدها الأول
يساوي 7، حدها الأول يساوي 7. إبراهيم سكر المايك يا ابني إبراهيم. أيوة، فالمطلوب ما هو حدها الـ15؟ اقروا المسألة خلال دقيقة دقيقتين وهاتوا لنشوف شلون بدنا نبدأ نحلها. ما في مشكلة إبراهيم، في حدا مغير صفه يا ابني؟ في حدا مغير صفه يا ابني؟ إذا في حدا بس يقول لي مشان حتى إذا نسجله، بدور على اسمه يا ابني، سجله حضور. نمشي شوي شوي نحن وياكم بالمسألة، شو رأيكم؟ نمشي شوي شوي نحن وياكم بالمسألة، شو عم بيقول لي؟ عم بيقول لي متوالية عددية، الآن هلا. بشكل عام بشكل عام حتى نحل المتواليات مفروض أعرف 3 شغلات. بشكل عام حتى أقدر أحل أي مسألة من مسائل المتواليات مفروض أعرف 3 شغلات. أول شغلة أعرف الحد. يعني لما بيقولوا لي الآن الحد الرابع في المتوالية العددية شلون بينكتب؟ الحد الرابع شلون بينكتب؟ شايفين كيف؟ لما بيقولوا لي الحد الثامن في المتوالية العددية شلون بينكتب؟ شايفينه كيف؟ لما بيقولوا لي الحد الـ30 في المتوالية العددية شلون بينكتب يا ابني؟ واضح تمام. اذا المفروض اعرف اكتب اي حد من الحدود. اذا ما بعرف بكتب اي حد من الحدود معنى ذلك ما بيطلع بيدي حل. بالهندسية اذا قالوا لي الحد الخامس بالهندسية شلون بيكتب؟ بيكتب A R 4. اذا قالوا لي الحد 15 بالهندسية شلون بيكتب؟ A R 14. إذا قالوا لي الحد 49 بالهندسية شلون بيكتب؟ R 48. واضح تمام يا ابني؟ واضح تمام. الآن هلا منكمل، هلا خلوكم معي يا ابني، اكتبوا لي لهون. أنا هلا لو قلت لكم إنه عندي المتوالية على الشكل التالي: 3 6 12 15. شوفوا لي هالحدود، هدول الحدود شو بشكلوا؟ متوالية عددية ولا هندسية؟ شوي شوي، عددية ولا هندسية؟ الكل بدي اياكم تجاوبوني يا ابني، الكل بدي اياكم تجاوبوني، الكل بدي اياكم تشتغلوا. ماشي امورنا؟ طيب الان شوفوا لي شو اساسها هي، شو اساسها؟ ما هو اساسها؟ يا سلام رغد، نائل، برافو. الان هلا انتبهوا لها، هلا انتبهوا لي، اذا قلت لكم ما هو الحد اللي هون؟ شايف كيف الحد اللي هون شو هو؟ اوام جاوبوني على مهلكم وبهدوء. يا سلام يا سلام. طيب اذا قلت لكم الحد يلي هون، يلا الحد يلي هون محل الألم. يا سلام، برافو برافو برافو، ممتاز. معنى ذلك ان شاء الله رح يطلع بيكم تحلوا بشكل جيد. هلا تبعوا لي، ها تبعوا لي. اذا قلت لكم لدينا المتوالي على الشكل التالي: ايه هون عندي ايه زائد ب، هذا الحد الثاني، وهون عندي ايه زائد 2 ب. واضح تمام. معنى ذلك الحد هذا شلون بينكتب؟ هذا شلون بينكتب؟
برافو رغد، برافو رؤى، برافو نائم. طيب الآن خلوكم معي. طب الحد هاد شلون بينكتب هاد؟ يلا هاد شلون بينكتب؟ بهدوء فكروا. يا سلام يا رؤى، رؤى برافو، رؤى رؤى برافو، نائل برافو. شايفين كي؟ طبعا الآن إذا مشينا على اليمين بدنا نضيف بي، إذا مشينا على اليسار بدنا نطرح بي، نطرح الأساس. واضح تمام يا ابني، ماشي أمورنا. إذا هاد هاد بينكتب إيه ناقص بي، ديروا بالكم، هذا بدي اعرف يشتغل. طيب الحد اللي قبله هذا شلون بينكتب هاد؟ يلا هاد هلا بيطلع بيكون جاوبوني اوام لشوف هاد شلون بينكتب على مهلكم. شوي شوي. يا سلام رؤى، برافو رؤى. يلا برافو نائل، برافو انعام. خلص ما بدنا اكثر من هيك، ما بدي انا اللي بيهمني يا نائل نعرف شلون نكتب اي حد منا. يا ماشي، انا قلت لكم قبل بشوي انه حتى يطلع بدنا نحل مسائل متواليات المفروض اعرف ثلاث شغلات. هي اول شغله، هي اول شغله شايفينها. الشغلة الثانية مفروض أعرف حل معادلة درجة ثانية. إذا ما بعرف حل معادلة درجة ثانية مثل العالم والخلق ما بيطلع بيدي حل، ما بيطلع بيدي حل. ونحن حل المعادلة من الدرجة الثانية أخذناه بالمحاضرة الماضية اللي قبل الماضي. أي الشغلة الثانية. ها الشغلة الثالثة مفروض أعرف حل معادلتين بمجهولين، مفروض اعرف حل معادلتين بمجهولين، معادلتين خطيتين بمجهولين. اذا ما بعرف ما بيطلع بيدي حل كمان ايضا. شايفين الشغلات الثلاثة هذول المفروض اعرفهم بشكل جيد. تمام تمام اذا ما بعرف واحدة من بيناتهم معنى ذلك صار صعب علي حل. مشيت امورنا. تعالوا الان هلا نفوت على المسألة تبعنا. المسألة تبعي شو عم بتقول لي؟ عم بتقول لي متوالية عددية. الآن متوالية عددية مجموع الأعداد الثلاثة الأولى يعني الـ A، شايف كيف؟ زائد A زائد B زائد A زائد 2B، هي الأعداد الثلاثة الأولى. ينقص عن الحد الحادي والعشرين يعني ايه زائد 20 بهذا الحد الحادي والعشرين. قديش ينقص عليه؟ بمقدار 20. يعني اذا اضفنا لهون 20 صاروا 2 متساويين. اي اول فرضية، شو رأيكم يا ابني؟ فرضية بسيطة وسهلة جدا للغاية. ماشي امورنا. عم نشتغل منيح او عم جاوبوني يا ابني؟ الان هلا نشوف هاي شلون بنكتبها. اذا ايه و ايه و ايه ثلاثة ايه، هاي ثلاثة ايه و بي واثنين بي، بصير عندي ثلاثة بي.
ويساوي 20 من الإله النار، بصير عندي، أو خلوها مثل ما هي، شايف كيف؟ على كل حال بصير عندي إيه زائد 20 ب ناقص 20، أي نقلناها لهالناس، ما غيرنا فيها شيء. أنا هلا هون عندي 3 A وهون عندي A، بننقل هي لهالناس بصير عندي 2 A. هون عندي 3 B، هون عندي 20 B، بننقل لهالناس بصير عندي ناقص 17 B. ماذا يساوي؟ يساوي ناقص 20. شايفينها يا ابني؟ تمام، ماشي اموركم؟ اذا هي اول معادله، هي اول فرضيه. الفرضيه الثانيه شو عم بيقولوا لي؟ عم بيقولوا لي فاذا علمت ان الحد الاول 7، هذا الحد الاول 7، تعالوا نبدل فيه، شو بصير عندي؟ بصير عندي 14 ناقص 17 ب، ماذا يساوي؟ يساوي ناقص 20. تمام يا ابني، ماشي امورنا. ومنه 14 جيبوا لنا، بتصير ناقص، اجمعوا بصير عندكم ناقص 17 ب، ويساوي إلى ناقص 30 34. أما امشي خطوة خطوة بهدوء يا ابني، أي أن ب ماذا تساوي؟ يساوي 2، هذا هو الأساس يا ابني، تمام؟ هذا هو الأساس. وعندي هون قبل بشوي عندي الاي، ماذا تساوي الاي الحد الأول؟ تساوي 7. شو المطلوب مني؟ المطلوب مني ما هو الحد 15؟ أعطوني الحد 15. يلا يا ابني هلا صار عندكم كل شيء معلوم، أعطوني الحد 15. شلون بنوجد الحد 15؟ متذكرين شلون بنوجد الحد 15؟ عن طريق الحد النوني. وشو سميناه كمان أيضا؟ سميناه الحد المولد. الحد المولد بدلوا وأعطوني قديش قيمة الحد الخامس عشر. يلا عم بستناكم. مسألة سهلة جدا، يلا ما بدك الا لأبلك يا ابني، ما بدك تبديل والسلام، عم تطولوا كثير بالحل. شو قصتكم؟ إذا شو هو المحدد المولد؟ هو إيه زائد، فتحنا قوس، نون ناقص واحد، سكرنا القوس، بي بي بدلوا فيها، إيه قديش؟ 7 زائد نون قديش؟ 15 ناقص واحد 14 مضروب باثنين الأساس، والنتيجة قديش؟ يا سلام رؤى، أخذت علينا يا رؤى. إذا الحد 15 35، شو رأيكم؟
شو رأيكم بهالمسألة؟ فيها شي صعوبة؟ عبد الله ما سمعت صوتك أبدا يا عبد الله، وما شاركت معنا يا عبد الله أبدا. ماشي أمورنا؟ ما بتوقع، يا ريت تجينا هيك مسألة، يا ريت يا نائل تجينا هيك مسألة بالامتحان. شايفين كيف؟ تعالوا ناخذ الآن مسألة هندسية. يلا إذا هي مسألة عددية، تعالوا ناخذ مسألة هندسية. يلا اكتبوا المسألة. يلا جاهزين؟ متوالية هندسية متزايدة، ديروا بالكم، قال لي متزايدة فيها جداء حديها الخامس بالثاني، جداء حديها الخامس بالثاني يساوي خمس أمثال حدها السابع. ومجموع حديها الثالث والخامس يساوي 10 أمثال حدها الثاني. فما هو حدها الثامن؟ ما هو حدها الثامن؟ اقروا المسألة خلال دقيقتين لنحلها. يلا قريتوها يا ابني؟ إذا ما لي فهمان المسألة ما بيطلع بيدي حل، ديروا بالكم. إذا المسألة ما لي فهمانها بشكل جيد ما بيطلع بيدي حل أبدا. يلا نبدأ. رؤى، عبد الله، انعام. عبد الله ما لي سمعان صوتك ابدا يا ابني، وينك انت يا عبد الله؟ اذا ما بيرد علي معنى ذلك فات بس يسجل حضور وراح، فات بس مشان يسجل حضور وراح. يلا نبدأ. إذا عم بيقول لي متوالية هندسية متزايدة، جداء حديها الخامس بالثاني. إذا الحد الخامس إيه؟ آر 4 مضروب بالثاني إيه؟ آر مربع، هي جداء حديها الثاني. إذا جداء حديها الخامس بالتالي، إذا بالتالي هو عن ذلك هون 1 وليس 2. شايفين كيف؟ هذا الحد الخامس وهذا الحد الثاني يساوي 5 أمثال حدها السابع. إذا إيه؟ ب
ار قوة 6. شايفينها يا ابني؟ هي اول فرضية. شو رح يكون اول فرضية؟ هي تعالوا نكتبها بشكل اخف، بشكل انعم، نختصر. هون ايه مع ايه بيروحوا؟ هون عندي ار قوة 5، ار قوة 5، وشو ضل عندي؟ ضل عندي ايه؟ تختصر الار قوة 5 مع الار 6، بضل عندي ار وحدة. اذا بضل عندي ايه ويساوي 5 ار. شايفين الفرضية الاولانية شو عطتني؟ شايفين الفرضية الاولانية شو عطتني يا ابني؟ عطتني معادلة بمجهولين، تمام؟ عبد الله ما عم بيرد علينا الان. هلا تعالوا نشوف الفرضيه الثانيه. الفرضيه الثانيه شو عم بتقول لي؟ مجموع حديها الثالث والخامس. اذا الحد الثالث اي ار مربع، الحد الثالث والحد الخامس زائد الحد الخامس اي ار قوه 4. اذا مجموع حديها الثالث والخامس يساوي 10 أمثال، 10 أمثال حدها الثاني، يعني إيه آر. شو رأيكم؟ هاي الفرضية الثانية. ومنه منطالع الإيه عامل مشترك، شايفينها؟ منطالع الإيه عامل مشترك، ومنطالع الآر مربع كمان. شو بصير عندي؟ الار الاي تختصر مع الاي، والار مربع تختصر مع ار، بظل عندي ار. فتحنا قوس 1 زائد ار مربع، سكرنا القوس ويساوي الى 10. شو رايكم؟ شوفوا وتاكدوا منها. ماشي أمورنا، نكمل. يلا ما بدنا إلها، طلع هون أنا رح أكتب لك إياها. إذا الـ A والـ R مربع طالع عامل مشترك، شو بيبقى عندي؟ بيبقى عندي 1 زائد R مربع، شو رأيك يا نائل؟ ويساوي 10 AR. مضبوط هيك يا نائل؟ رؤى انعام وضحت؟ تمام وضحت تمام يا ابني. اذا الان بنختصر الاي مع الاي، والار مربع بنختصرها مع ار وحده، بضل عندي ار بواحد زائد ار مربع. ماذا يساوي؟ يساوي 10. ماشي امورنا؟ يساوي 10. ماشي امورنا يا ابني؟ تمام. اذا ومنه ها شايفينه؟ هذا هو، هذا اللي طلع معي قبل كل شيء. شفناها يا ابني؟ شفناها يا ابني؟ تمام. الان هلا اذا نحن امام معادله درجه ثالثه، معادله درجه ثالثه يا رؤى انعام. شلون بدنا نحل المعادله درجه ثالثه؟ عندي معادلتين بمجهولين، ولكن واحدة من بيناتهم درجة ثالثة. هاتوا لنشوف شلون بدنا نحل. أوان بسرعة جاوبوني.
عندي معادلة درجة ثالثة. والله يا عزيزي شوفوني شلون بدي حل هلا هاي معادلتين بمجهولين، شلون بدنا نحل؟ إذا المعادلة هي على الشكل التالي، هون راح اكتب لكم اياها، 3 ار مكعب زائد ار ناقص 10 ويساوي الصفر، هاي هي المعادلة. فإذا حسبتوا الار بدلالة الاي بيطلع عندكم معادلة درجة ثالثة بدلالة الاي، ولذلك ما بنستفيد شيء. إذا ضروري نحل هذه المعادلة، ضروري نحل هذه المعادلة. وقبل بمحاضرتين أخذنا حل المعادلة من الدرجة الثالثة، ذكرتوها؟ ذكرتوها يا ابني؟ جاوبوني أوامي، ما ذكرتوها ولا ذكركم؟ جاوبوني اوامر، حتى اوامر ما بدنا نضيع وقتنا يا ابني، ما تذكرت ولا ذكركم. طريق التخفيض المرتبة ناقص طريق التخفيض المرتبة شو هو؟ رؤى نعم، طريق التخفيض المرتبة ذكرته. اذا بدي اخذ العشرة اوجد الان الارقام اللي بيقبل القسمة عليها، اذا شو الارقام اللي بيقبل القسمة عليها؟ ما في غير 2 و5، هاي بنعطيها ناقص زائد، شايفين كيف؟ وهي بنعطيها ناقص زائد، شايفين كيف ما احلى هالمسألة؟ نجرب 2 2، هاي يعطيني 8، اكس يساوي 2 بيعطيني 8 و2 10، فمعنى ذلك اذا بتقبل الاكس ويساوي 2، تقبل الاكس يساوي 2. شو بنساوي هلا؟ بنقسم هي على اكس، اذا ار مكعب، شايفينها ار مكعب، عم نتذكر مشان هيك قلت لكم ضروري تحلوا، لانه اذا بننسى ما عاد يطلع بيدي حل. وشغلتها سهله كثير، اذا على اكس ناقص 2، نقسم كثير الحدود على كثير الحدود ونوجد الآن معادلة من الدرجة الثانية ونحللها عشان نوجد الآن القيم تبع الآر. تمام يا ابني؟ ذكرتوها؟ ذكرتوا طريقة تخفيض المرتبة؟ شو نائل؟ نعم، ما ذكرت طريقة تخفيض المرتبة؟ الآن هلا انتبهوا لي، انتبهوا لي، ها انتبهوا لي هلا، جدا جدا بدكم تنتبهوا لي، ها جدا جدا بدكم تنتبهوا لي، ها شوفوا الآن هلا، طلعوها هي العشرة، هي راح أكتبها 2 مضروبة بخمسة، مضبوط؟ العشرة راح اكتبها 2 مضروبة بخمسة، مضبوط يا ابني؟ امشوا معي خطوة خطوة. الآن هاي راح اكتبها بشكل آخر، راح اكتبها 2 وراح افتح قوس 1 زائد 4، شو رأيكم؟ مضبوط؟ مضبوط الشيء اللي عم بساويه؟
وهي راح اكتبها بالشكل 2 فتحت قوس بواحد زائد 2 قوة 2، مظبوط الشيء اللي ساويته؟ أم هلا؟ تعالوا ننزل هاي، إذا عندي هلا صار عندي ار بواحد زائد ار مربع يساوي هاد، هاد يساوي هاد، قارنوا اثنين مع بعضهم شو بتستنتجوا؟ شوفوها، قارنوا اثنين مع بعضهم شو بتستنتجوا؟ يا سلام يا رؤى، شايفين شو رأيكم بهالطريقة اللي علمتكم اياها؟ إذا نستنتج أن الآر ماذا يساوي؟ يساوي 2، شايفين ما أحلاها هالطريقة؟ ما احتجنا لا نحل معادلة درجة ثالثة ولا نخفض المرتبة ولا نضيع وقتنا. شايفين ما أحلاها يا ابني هالطريقة اللي علمتكم اياها؟ شو رأيكم؟ طريقة حلوة جدا. بس الرياضيات بدي شغل مخي يا ابني، بدي شغل مخي، بدي احتال على المسألة مشان اقدر حلها. مشيت امورنا يا ابني؟ ماشي. انا هلا ار طلعت معي، فمعنى ذلك اذا الار 2 فمعنى ذلك الاي قديش؟ الاي 10. هلا فيني اقول لهم ما هو الحد الثامن؟ اذا ما هو ايه 8؟ قديش الحد الثامن؟ حد المولد يساوي الى ايه بآر قوة 7، هذا هو الحد الثامن. بدلوا الاي ب10 وبدلوا الار ب2 واعطوني النتيجة. يلا نشوف اوان، بدلوا واعطوني النتيجة. كثير ما هيك أنعام، كثير كثير يعني الرقم كبير، مستحيل يطلع هيك بهالشكل. رؤى نائل ما بدلته لسه يا ابني؟ هلا دخل عبد الله، اجى عبد الله هلا، ها بدل عبد الله، شايف كيف؟ اذا الفرق في صفر ها تمام، اذا معنى ذلك 1280 شفناها. وينك يا عبد الله؟ كنت عم بصيح عليك، وينك لك يا ابني؟ مشيت امورنا؟ هي حلينا كمان ايضا مسألة هندسية، مسألة هندسية تمام؟ شايفين كيف؟ يعني هيك مسألة تستاهل تجي بالامتحان. شايفين كيف؟ عشان حتى نشتغل بشكل جيد يا ابني، اقدر ميز الطالب الشاطر عن الطالب اللي مو شاطر. مسحنا إذا، نمسح نمسح هلا، خلصنا؟ في حدا له سؤال؟ إذا مسحنا مسحنا، ناخذ هلا الآن مسألة مختلطة، مسألة مختلطة. يلا نقول المسألة، نقول المسألة ثلاثة أعداد تشكل متتالية عددية متزايدة، ثلاث أعداد تشكل متتالية عددية متزايدة، مجموعها مجموعها ناقص 117، إذا الأعداد الثلاثة مجموعهم قديش؟ ناقص 117. فإذا أضفنا لحدها الأول 60 ولحدها الثاني
56 ولحدها الثالث معنا 60، حصلنا على متتالية هندسية متزايدة. والمطلوب ما هي المتتالية العددية؟ اقروا المسألة معكم دقيقتين أوام لنكا نشتغل فيها. يلا يا أبني يلا. جاهزين؟ شوف رؤى عبد الله انعام. نبدأ بالحل. يلا ده الآن عم بيدي 3 أعداد بمتتالية عددية متزايدة. إذا الآن انتبهوا لي، هلا اتركوا من إيديكم وانتبهوا ليها. إذا رح نفرض إيه الحد الأول، العدد الأول، والعدد الثاني إيه زائد بي، والعدد يلي قبله يلي بعد منه ايه زائد 2 بهي الاعداد 3 بتشكل متتالية عددية متزايدة. عم بيقول لي مجموعها، اذا هاد زائد هاد وهاد زائد هاد، قديش مجموعها؟ مجموعها اذا ناقص 117. واضح تمام؟ معنى ذلك ايه زائد ايه زائد ايه شو بيعطيني؟ بيعطيني 3 ايه، وب زائد 2 ب بيعطيني زائد 3 ب. قديش مجموعهم؟ مجموعهم ناقص 117. بنختصر على 3 بصير عندي ايه زائد ب ويساوي ناقص، لما بدي اقسم على 3 اذا فيها ب3، بعدين 2 27 اذا فيها 9. شو رايكم؟ اذا هي اول معادله شايفينها، هي اول معادله شايفينها يا ابني. انتبهوا لي جيدا، هلا انتبهوا لي قد ما تقدروا. انا فرضت الاعداد الثلاثه بهالشكل. لو فرضت الاعداد الثلاثه بشكل اخر، لو فرضت ايه وهون عندي ايه زائد ب، فمعنى ذلك العدد هون شو بيكون؟ العدد هون شو بيكون؟ جاوبوني اوام.
يا سلام يا نائل، إذا بح يكون إيه ناقص ب، شفناها شفناها يا ابني. إذا الآن إذا جمعناهم زائد وزائد، هاد الناتج ناقص 117. يعني إذا فرضنا الأعداد الثلاثة بهالشكل، مجموعة ناقص 117، ولكن ناقص ب مع ب بيروحوا، شايفينها؟ ومعنى ذلك بيضل عندي 3 ايه ويساوي ناقص 117، اي ان ايه ماذا تساوي؟ تساوي ناقص 39. ها شو رايكم؟ شو رأيكم يا ابني بهالفرضية؟ شو رأيكم بهالفرضية؟ الآن هلا الفرضية الأولى هاي مو غلط، صح، ديروا بالكم ها، بس الحل رح يكون كبير، رح يطول الحل. بينما هاي الفرضية شوفوها سهلة، وما أعطتني أحد المشاهير، أعطتني أحد المشاهير يا ابني، بينما هون أعطتني معادلة بمجهولين ما بستفيد منها زيادة، بينما هون أعطتني أحد المشاهير يا ابني. شايفين شو الفرق؟ شايفين شو الفرق بين الفرضيتين؟ واضح تمام؟ هي مو غلط، صح، بإمكانكم تفضلوا هيك وتكملوا، بس هون الطريقة رح تكون طويلة، هون سهلة مثل ما تكون شايفين. انتبهنا يا ابني، انتبهنا. الآن هلا هون بدكم تنتبهوا لشغلة أساسية كثيرة، ممكن تغلطوا بدون ما تنتبهوها، ممكن تغلطوا بدون ما تنتبهوا. هون شو طلع عندي؟ طلع عندي إيه ناقص 39. ها شايفينها إيه؟ طلع عندي ناقص 39. إيه شو هي إيه؟ إيه هي هي؟ إيه الحد الثاني؟ ديروا بالكم ها، شايفينه إيه هاي اللي هي عبارة عن ناقص 39، هي الحد الثاني وليس الحد الأول، ديروا بالكم ها. الحد الأول عندي بهالفرضية، الحد الأول عندي بهالفرضية هو A ناقص B، ديروا بالكم ها. أوعكم تغلطوها، انتبهنا؟ انتبهنا يا ابني؟ تعال نكمل المسألة، مسحنا. وين مسحنا ها؟ مسحنا. إذا الآن نحن اللي فرضناه هو عبارة عن A ناقص B، بعدين العدد الثاني A، بعدين العدد الثالث A زائد B. استنتجنا من هون بأنه الـ A ماذا تساوي؟ تساوي ناقص 39، مضبوط يا ابني؟ هذا اللي استنتجناه. تعال نبدل، إذا صار عندي ناقص 39 ناقص B ناقص 39، وهون عندي ناقص 39 زائد ب، شو رح يكون؟ هيك صاروا الاعداد تبع المتوالية العددية. هلا اجوا شو قالوا لي؟ قالوا لي اذا اضفنا للاول 60، يعني هون بدي اضيف 60، فبصير عندي ناقص 39 زائد 60 ناقص ب، شايف كيف؟ هذا الحد الأول، والحد الثاني 56، إذا 50 56 ناقص 39، هذا الحد الثاني، وأضفنا للثالث 68، إذا 60 68 ناقص 39 زائد ب. هدول الأعداد بشكلوا لي متتالية هندسية، حسبوا لي اياهم. 39 من 60 قديش بيضل عنا؟
21 ناقص ب هون طيب 56 من 39 17 هون الآن 68 قيمه منها 39 إذا هدول الأعداد بشكلوا لي متوالية هندسية هدول الأعداد بشكلوا متوالية هندسية مثل ما لكم ملاحظين يا ابني المجهول شو هو المجهول هون؟ شو المجهول هون؟ المجهول هو عبارة عن ب مجهول هو عبارة عن الأساس يا ابني شايفينه؟ طيب شلون بدي أوجد الأساس؟ تتذكروا لما أخذنا المتوالية الهندسية شو قلنا لكم؟ قلنا لكم في عندي خاصتين الخاصتين بقدر نستفيد منهم بحل المسائل تذكرتوا يا ابني؟ هي شغله، شغله ثانيه انا هلا لو كان عندي المتواليه على الشكل التالي ها لو كان عندي المتواليه بالشكل التالي 3 1 3 هي متواليه هندسيه شلون عم نوجد الاساس؟ بتتذكروا شلون كنا بنوجد الاساس؟ تذكروا شلون؟ شلون؟ كنا نقسم هاد على هاد او نقسم هاد على هاد تذكرتوا اول ما اخذناه؟ تتذكروا؟ فمعنى ذلك هون اذا معنى ذلك هي 17 على 21 ناقص ب ويساوي خط كسر 29 زائد ب على 17 شو رايكم؟ تذكرتوا يا ابني هيك بنوجد الاساس او تذكروا الخاصه الثانيه اللي بتقول لي جداء اي حدين متساويي البعد عن الطرفين جداء اي حدين متساويي البعد عن الطرفين يساوي جداء الطرفين كمان ايضا بقدر باخذ هي الخاصه على الضبط انتبهنا ومنه نضرب الطرفين بالوسطين يصير عندي الان 29 زائد ب بين قوسين مضروبه 21 ناقص ب ويساوي 17 ب 17 ادي 17 ب 17 اول نشوف بالآلة الحاسبة يا ابني 280 89 مظبوط انا هلا معادلة ذرية ثانية تعالوا نفكها تعالوا نفكها اذا ب ب ناقص ب بيعطيني ناقص ب مربع هون الان عندي 21 ب وناقص 29 ب بيعطيني ناقص 8 ب مظبوط هلا ب 29 ب 21 قديش؟ او عم اضربوا لي 29 ب 21 29 ب 21 609 يا سلام اذا الان ها ماذا يساوي؟ يساوي 2 8 9 هاي المعادلة درجة ثانية ومنه هذا من لهون وبنطرحه قديش بيعطيني؟ أوام نشوف بتصير المعادلة ب مربع زائد 8 ب ناقص إذا هذا نقلوه لهون واطرحه 581 لا مو معقول يا نائل في عندك هون تقريبا 3 قديش؟ تأكدوا لي منها إذا معنى ذلك 320 ها يساوي الصفر إذا هي معادلة درجة ثانية شفناها
حلوا لي اياها، بدنا نحلها. اذا الان لا قوسينها، هي قوسين، هي هون راح نفتح قوسينها، هي قوسين حلوها قوامها ويساوي الصفر. هون عندي ب وهون عندي ب، بدي عددين شلاهم 320 ومجموعهم الجبري 8. شو هن العددين أوامر؟ شوف يلا. مو معقول يعني، شايف كيف ما انا مستعجلين على الاشاره؟ انا بيهمني العددين هلا، بدي عددين جداء 320 ومجموع الجبري 8. اوام لاقولي العددين يلا. والعدد الثاني نعم قسمه 320 على 18، شوفوا العدد الثاني قديش بيطلع عندكم. شو بيشتغل؟ ما بيشتغل يعني، بدي عددين هلا، بدي عددين. شلون بنساوي حتى نوجد العددين؟ يعني اما بتحلوا عن طريق المميز، شايف كيف، او بتاخذوا 320 وبتحللوها على 2 على 2 على 3 على 2 على 3 على كذا، وبتشوفوا من هون شلون بتلاقوا العددين بحيث جداؤهم 320 وحاصل ومجموع الجبري 8. طيب انا راح اعطيكم احد الاعداد، انا راح اعطيكم احدهما 11، اسمه 320 على 11، شو بيعطيكم؟ قسمه 320 على 11 شو بيعطيكم؟ 29. 29 ناقص ال 11 ما بيعطيني 8. في مشكلة ما هيك؟ قسمته 320 على 11 قديش عطاني؟ يعني 29 ضرب 11 بيعطيكم 320. اي ما بصير، انا بدي ارقام صحيحة، بدي ارقام صحيحة مشان 8 يا ابني، بدي ارقام صحيحة مشان 8، ما بصير.
حد مميز مثل ما بتكون. مهم انا بدي حل المعادلة يا ابني، يلا بدي حل المعادلة اوان بسرعة، اوان بسرعة يا ابني. البرندة هم بستناكم يا ابني، يلا هات لشوف يلا. اذا هون 14 والثاني ناقص 22، اذا 22 ناقص 14 بيعطيني 8، بيعطيني 8 هيك طلع اكيد. اذا معنى ذلك هون 14 إذا 14 وهي 22، هون إشارة الزائد وهون إشارة الناقص هيك.
طيب اذا ما بيطلع 320 اذا شو استفدنا يا انعام؟ ايه حليت يعني مميز، بس ايه ما طلعت يعني، شوفوا وين الغلط، شوفوا وين الغلط. انا لا هون يعني انا شايف في شغله هون، هلا 17 ب 17 قديش بيطلع عندكم؟ 17 ب 17 اضربوا لي 17 ب 17 قديش بيطلع عندكم؟ ميتين وتسعة وثمانية. طيب اضربوا لي 29 ب 21، 29 ب 21 609، اطرحوا منا 289، 609 اطرحوا منا 289. بيطلع عندكم 320، اذا معنى ذلك لا نحن بالنسبه لنا تاكدنا بالارقام، ما هي بي عاد هلا بدي حلل، يعني شايف كيف بدي حلل مميز، ما لي غير مميز. شو مرة تطلع معنا؟ يعني بدكم تخلوني انا هلا بهيك حالة اجيب ورقة وقلم واشتغل انا عواطكم؟ بدي اجيب ورقة وقلم واشتغل عواطكم. شو طلع معنا يا ابني؟ مميز عما يطلع في جدة، فمعنى ذلك ديروا بالكم، معنى ذلك يا ابني اذا بهيك حالة ما راح يطلع معي، راح يطلع معي الاعداد في فواصل، ما بيصير.
في فواصل ما بيصير. شايفين كيف لاحظوا الملاحظة؟ لاحظت انا ما بيهمني يعني بهيك شغلات، يعني كيف ما بدها تطلع تطلع، المساله بدها تنحل، بس انا اللي بيهمني طريقه الحل. عرفت شلون بنحلها؟ عرفت شو طريقه الحل يا ابني؟ عرفت شو طريقه الحل؟ شلون بحل؟ شلون بفضل عدد ثلاثه؟ شلون بفضل عدد ثلاثه؟ شلون بعدين عندئذ ناخذ الخاصه تبع الهندسيه؟ شلون بنطبق هذا على هذا، هذا على هذا، هذا على هذا يساوي هذا على هذا، وبنضرب الطرفين بالوسطين مثل ما ساوينا، وبطلع المفروض يطلع عندي معادلة من الدرجة الثانية، يطلع بيدي الحلة والسلام. شايف كيف؟ ما من ذلك. هلا هون في مشكلة بفرض الأعداد هذول الثلاثة، في مشكلة بفرض الأعداد الثلاثة هذول. خلص إذا الآن هلا صار يطلع بيدي الحلة. ماشي أمورنا؟ ماشي أمورنا؟ هيك بهالشكل بدي يشتغل، هيك بدي حل. طبعا الان قد يجوز واحد من بيناتكم يعني يقول لي طيب ممكن تجيك مساله الامتحان او مساله الوظيفه؟ مساله الوظيفه او مساله الامتحان بنبقى حالينا مرتين وثلاثه واربعه ومتاكدين منها، متاكدين منها يا انعام، متاكدين من الاعداد ومتاكدين من الاجابه، بنبقى حالينا مرتين وثلاثه ومتاكدين من الاجابه ابدا. يعني لا يمكن انه نصل لدرجه ما ينحل معي، ما تنحل معي ولا بأي شكل، لا يمكن. عرفتوا كيف يعني؟ ولذلك مسألة الامتحان أو مسائل الوظيفة هلا صار بإمكانكم هلا ترجعوا الوظيفة وتحلوها يا ابني، تبعانين؟ هلا صار بإمكانكم ترجعوا على الوظيفة وتحلوها برياحة وفق الطريقة، ما بدها شيء. مشيت أمورنا؟ مشيت أمورنا؟ بدنا الان هلا ارجعوا على الوظيفه وحلوها. انا شايف ما لكم دارسين مثل عالم الخلق. اذا القاكم ان شاء الله بالمحاضره القادمه ببحث جديد، يعني هلا بقول الله يعطيكم العافيه، باي باي، مع السلامه.